أغنية ديالي أديوس هي مكلمة ديالي، الألحان ديالي أنا والريدوان، توزيع ديال ميت شريف والريدوان، وفهمتي التعامل هذا أول مرة كيكون مع الريدوان، وأنا فرحان بزاف 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 حيتاش غادي نتعامل مع واحد الأرتيست عالمي، يعني شحال قدم للمغرب، وإن شاء الله كنتمنى هذا العمل هذا يعجبكم إن شاء الله. أنا فرحان بزاف 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 بالريزلتا اللي وصلنا له بهذه الأغنية هذه، لأن أغنية طلعت خطيرة خطيرة بزاف، وإن شاء الله تعجب المغاربة والعرب والعالم، فلهذا فرحان. هذه كانت فكرة، لأن النعمان كيستاهل شي حاجة تكون كبيرة، ودائما من اللي بدا هو كيعمل أغاني زوينة زعما صراحة، ماشي دابا عاد، ولكن هذه اول مره انا كنخدم معها هكذا، معها خدمنا الاغنيه في استوديو مع محمد الشريف، مات الشريف، وفرحان بزاف بالريزلت هذا والله الصراحه ديال الله. انا كنت في الاستوديو، جالس الاستوديو ديالو، مشيت نخدم الاغنيه ديالي هذه اللي هي اديوس، وهو دخل عندي ماشي سمع شنو كنعدل، وعجباته الاغنيه وبقى كينزل الافكار ديالو فيها، وخدمنا معه وصافي عجبوني الافكار ديالو، عملناهم مع الافكار ديالي وعطاو اديوس. شوف يكذب عليك كذب، اي واحد كيسمع الاغنيه ديالو ما كتعجبوش. حيت كيبقى لا ماشي ما عجبتني شي، انا تايق في هذه الاغنيه بزاف، حيت كتعطيني واحد الاحساس اللي عطاتني الاغنيه ديال مدامتي اللي كنت كنخدمها، عطات الاغنيه دي عطاتني ديك الاحساس هذاك، حيت كان كلشي اللي كيف خدام بقلب ديالو، كلشي فرحان بالاغنيه، كلشي باغي هذه الاغنيه دي توصل يعني كما نقولوا للعالميه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شوف هو ما تعرفش ربي شنو مكتب لك، هو كلشي بمكاتب، وانا هادشي كامل اللي يعني اللي عملت في الحياه ديالي، هادشي كان الطموح ديالي من الصغر، انا من الصغر ديالي وانا كنطمح نوصل بزاف د الحوايج، والحمد لله انا كنوصل شويه بشويه، وهادشي ما كيكونش ديالي بوحدي، بفضل ديال ربي اولا، والوالدين ديالي والجمهور كامل اللي كيبغيني، وان شاء الله علاش لا، ان شاء الله نوصلوا للعالميه ان شاء الله علاش لا، ان شاء الله بحول الله.